طبعا البنات الصغيرين هم ما عندهمش الفكر المرضي، يعني هم ما فكرش، يعني هي مش حقيقي. بتعمل عمليه، هي عايزه تشوف شكلها كويس وخلاص. انا بس بواجه النداء ده للام او الاب، لان القعده دي بتبقى قاعده ما بين ام قاعده على اليمين ايوه، وبنت قاعده على وبنتها على الشمال، جنبها. او ودايما هي الام مش الاب، يعني هي الام تبقى حريصه عايزه تعمل لبنتها احسن حاجه، وخافت يعني هي حقيقي. هتعملها عمليه كويسه ولا بتضرها ولا بتعمل ايه. طبعا احنا ماشيين بعرف طبي، يعني جايد لاينز، او يعني زي ما اقول قوانين طبيه بتحكم العلاقه ما بيننا وبين المريض. يعني احنا مش كل حاجه بتبقى بناء على رغبتنا الشخصيه. احنا يمكن الخبره تفرق في ان انا اختار لك نوع العمليه، بعمل لك عمليه باحترافيه شديده، لكن مين يعمل العمليه دي ومين ما يعملش العمليه دي، طبعا دي قواعد طبيه ثابتة. واضحه. فانا عايز اشيل الفكر ده، وعايز اشيل الخوف اللي موجود ده عند بعض الامهات ان هي هتعمل حاجه كويسه ولا حاجه وحشه. لا، ده حاجه طبيه موصوفه مهمه جدا. البنت الصغيره اللي هي وزنها كبير، يعني خصوصا معدي 90 كيلو 100 كيلو، وهي شايفه نفسها، البنت شايفه نفسها ان هي يعني طبعا يعني نفسيا مش احسن حاجه، مش عارفه أكيد. تلبس كويس، مش عارفه تمارس رياضه، مش عارفه تحضر حاجه اجتماعيه مع زمايلها، بيأثر كمان على ده صحتها بيأثر عليها بشكل كبير قوي، على حركتها، على طلوعها ونزولها، بالظبط. حاجات ده كتير بالنسبه قوي. للبنت. الام بقى اقول لها لا، ده هي الموضوع مش بس شكل، لا ده الموضوع كمان مرضي. البنت الصغيره اللي هي 17 18 سنه دي معرضه للسكر من نوع تاني، وهو والسكر لو جه الحقيقه بيبقى مشاكله يعني اكبر مما نتوقع بالنسبه أكيد. للانجاب والخلفه والعيشه حياتها. يعني مشاكل البنت ما كتير لا تتخيلي ان البنت الصغيره لو جالها سكر وتاخد انسولين تبقى يعني محبطه قد ايه. أكيد يا دكتور، التاخر بيأثر سن الانجاب، يعني تاخر سن الانجاب هو البنت الصغيره اللي هرموناتها متلخبطه مش هتخلف.